استضيف احد الشخصيات الموجوده هنا في هذا المركز الانتخابي وهو الاستاذ وسام الربيعي مدير مكتب مفوضيه حقوق الانسان في بغداد لنعلم منه كيفيه سير العمليه الانتخابيه وما شاهدوه من عمليات الاقتراع حتى هذه اللحظه. استاذ وسام مرحبا. شكرا جزيلا. شلون شفت سير العمليه الانتخابيه؟ اكو مشاكل واجهوها الناخبين؟ هل من خروقات سجلتوها اثناء سير العمليه الانتخابيه وجولاتكم بمراكز الاقتراع؟ المفوضيه العليا لحقوق الانسان هي تمتلك الولاية القانونية لمراقبة واقع حقوق الإنسان في العراق. شرعت المفوضية تشكيل غرفة عمليات في بغداد والمحافظات لمراقبة سير الانتخابات. تم مراقبة سير الانتخابات في عملية الاقتراع الخاص وعملية الاقتراع العام. هنالك مجمل من المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات السلبية، وقمنا بمفاتحة مفوضية الانتخابات بشكل عاجل ومناشدتهم بأهم المشاكل التي تم تحديدها من قبل فرقنا، ألا وهي عطل الأجهزة. وكذلك لاحظنا هنالك سرعة استجابة من قبل مفوضية الانتخابات في إصلاح هذه الأعطال التي وشاهدناها. طيب استاذ وسام، كيف شاهدتم نسبة الإقبال في مختلف مراكز الاقتراع التي زرتوها هذا اليوم؟ نسبة الإقبال جيدة لحد هذه اللحظة، لكن إذا ما قرنت في نسبة الإقبال في عملية التصويت الخاص كان هنالك نسبة الإقبال أكثر خلال عملية التصويت الخاص. ونأمل من جميع العراقيين أن يمارسوا هذا الحق الديمقراطي الذي كفله الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. شكرا جزيلا. شكرا استاذ وسام. شكرا جزيلا.